مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الرئاسي، والتي نناقش فيها ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح للرئاسيات مامادو بوبكر با ورؤيته لموريتانيا التي يتقدم بها للناخبين بين يدي اقتراع 29 يونيو الجاري. أسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذ محمد يحيى والمحمد محفوظ، نائب رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد، وهو الحزب الذي رأسه المرشح مامادو بوكاري با. نرحب بضيفنا الكريم. أستاذ محمد يحيى، في البداية، من هو المرشح بوكاري با؟ شكرا على الاستضافة. وبالنسبة للمرشح مامادو بوكار با، هذا واحد من موريتاني من مواليد مقامة ومن أسن المرشحين الأركاتية المتقدمين لهذا السباق الرئاسي، وأستاذ للفيزياء أصلا، وعنده مولي شهادة في الهندسة قابلها من المغرب، وكان مفتش هون في التعليم الثانوي، وتعرض للسجن بداية نهاية الثمانينات، وكان من ضحايا ولاته، ومعروف بالنضال ورجل وطني ومخلص. عقب ذاك لين خرج من السجن فقد وظيفته وقاس السنغال وعطى فيها زمن، وعقب قاس فرنسا واشتغل فيها ومكث فيها قدر، ولكنه ما قبل يقبل الجنسية الفرنسية، ظل دائما حريص على وطنه، وعقب جه واستقر هون. ومن ذيك الساعة انشاء حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، كان من جماعة من انضمت له من مؤسسينه، وكان ذيك الساعة نائب الرئيس، وظل في الحزب عنده نضال مرموق، وكان معروف على الساحة السياسية، وعنده تجربة عميقة وفهم للمشاكل الحقيقية الموريتاني. ولينا عدل الحزب مؤتمره، كيف قلنا هاي السنة انتخبوه رئيس للحزب، وطبيعة الحال قدمناهم مدي للسباق الرئاسة، وعنده برنامج مواسنا نحن ومتكامل، وانه قاد ينقذ موريتاني من وضعيتها اللي تعيش في الظرفية الحالية. طيب، شن هي ملامح هذا البرنامج الانتخابي؟ يعني ابرزها من حيث الاختصار، يعني هذا البرنامج، هذا البرنامج بشكل مختصر يقوم على 5 نقاط. عندنا البعد الاقتصادي، وهذا البعد الاقتصادي عندنا فيه نظرة ان هذه الموارد اللي عندنا تسير تسيير جيد، والمواد الأولية يقام بتصنيعها، وجود بشكل هذا الموارد اللي عندنا اللي هي احنا ما استفدنا منها ونعيشوا تحت خط الفقر، والشعب ضعيف، والهجرة انتشرت بها سبب الله سوء هاي الموارد، سوء تسييرها بها، اللي هذا النهب المستمر، هاي السرقة اللي نقوله احنا. واحنا دائما مثلا عندنا في الموريتاني نقول ان السارق ما تم لام زغرته، غير السارق بعده موريتاني لام زغرته دائما، غير بعد لين ينتخب بامودو بكار معناتها تري زغرته. النقطة الثانية عندنا قضية هذا التعايش. احنا موريتاني متألف من عدة أعراق وقوميات، وهذا مصدر من مصادر القوة، وله مصدر من مصادر الضعف، غير للأسف الشديد قاعد تخلق شرخ نتيجة التسعينيات من القرن الماضي معروفة وأسبابها، وكانوا ضحاياها كاملين من فئة واحدة، وتم تهجيرهم، وخلقت نقدر نقولوا الدولة حاولت أنها تجعل القضية قضية بين الفئات الاجتماعية بين الأعراق، وهي في الحقيقة قضية قام بها نظام، والأعراق هنا ضحايا كاملة، ضحايا ذوك اللي وصفروا، وذوك اللي انتهبوا ممتلكاتهم، وذوك اللي ونقزوا من وظائفه، وضحايا الاخرين هم اللي دارت عليهم، وعادت حدث شرخ بينهم هما ومواطنينهم. وطبعا هذا الملف ملف شائك، وحاولت الدوله تعالجه. جاء السيد محمد الشيخ عبد الله، تعرف انه عدل خطابه ذاك، وحاول انه يعطي علاوات ورجعش من الناس فعلا، غير تمت وعدلها والعبد العزيز، غير تمت المساله لا ناقصه بها الدياش بها اللي وعالجت من رؤية أحادية هو فعلا. طيب، اسمح لي شوي نسولهم في ذي الجزئية المتعلقة بموضوع التعايش الاجتماعي، وما أسميته ملف الإرث الإنساني، وما يعرف إعلاميا بملف الإرث الإنساني. ذي اللي مطلوب الآن بشكل محدد في الملف شو؟ مطلوب في الملف إن هون شي من الناس ما هترجع، لا
مازال مصفر، وهم اللي الناس ما عالجت جراحاته ولا شاركت فيها. هو كانت القضيه ما تقدر تنحل بدون الضحايا انفسهم، معناها لا بد من مشاركه، ما نقدر نفرض عليهم حل، وهذا كان ممكن وبسيط. واحنا ظاهر انه قاعد مساله قاعده تسوى بين. طيب انت اشرت الى انه في السنوات الماضيه مختلف الانظمه كلها قدم مقاربه معينه لهذه المشكله، حتى نظام معاويه اللي هو متهم بهذه الاحداث وحدثت في فترته قدم ايضا جراءات فيها، يعني على الاقل منها بعض التعويضات، منها بعض التسويات المختلفه. مختلف الانظمه قدمت مقاربات في هذا الموضوع. سمعت تصريح لوزير الدفاع قبل فتره، قبل اسابيع في البرلمان، قال الدولة اتخذت إجراءات في هذا الموضوع، وإذا كانت هناك أي ضرورة لاتخاذ إجراءات جديدة ما فيها مانع. الرئيس المرشح غزواني أيضا قبل أيام في كهيدي قال أنه تعهد بتسوية موضوع الإرض الإنساني. إذا معناها الموضوع ما تم حل إشكال من هذه الناحية، ما دام الجميع متفق على أنه على أنه على أنه يلا يسوى. هو زين ضارك بعد قاعد الدولة اعترفت معارضة وأغلبية، الدولة اعترفت أنها مشكلة، أنها عندها مشكلة وأنها يلا تحلها، وهم كاملين يعرفون ان المشكله ما انحلت. ليش؟ لان ما نقبلوا لها الاليات اللازمه. كيف قلنا هم موريتانيا اعطت شي جاحد روايه على راسها بعد قال، وهم تسويها في السر، هذه امور حقيقيه ويلا توضح ويوضحوا يعرفوا الضحايا ويعرفهم اللي المجرمين اللي ارتكبوا ذيك المجازر كامله. وهذا ما معناه انهم لا يعاقبوا، ما معناه انه يخلق التسامح وطالب العفو وتعود كيف اللي عدل في الدول كامله، يخلق بعد قاعد استقراء الموضوع وتوضيح توضيح للناس اللي قامت بالمسألة والناس اللي ضحايا، بعد ذلك يذهب للعفو. غير ما هو العفو اللي تقبل كيف برلمان معاوية اللي صدر قرار العفو، قرار العفو 93، هذا قرار هذا ما يخدم القضية، والدولة ما تمتلك العفو، اللي الضحايا هم اللي يمتلكوا العفو. وكان بسيط إذا كانت الدولة جادة تشركهم في المسألة وتحاورهم واجتمع فيها المجتمع الموريتاني كامل وبأطرافه كاملة وتنحل كيف المشاكل كاملة، ما خلق جنوب أفريقيا خلق فيها ياسر من الأشياء السيئة حتى، ومع ذلك تصالحت معهم في وسوات المشاكل. طيب ولكن في المغرب وإحنا نقدر نعدلوا. لا يمكن أن تكون هناك خشية وربما هناك مؤشرات عليها من خلال السنوات الماضية والأنظمة السابقة. في نهاية الموضوع هو خطاب سياسي لبعض الأحزاب السياسية، وهي حريصة على أن يبقى هذا الخطاب السياسي موجودا، وبالتالي حتى لو تمت التسوية سيبقى ستبقى أطراف سياسية موريتانية متكئة على هذه القضية وتستمد منها خطابها السياسي ومشروعها السياسي وتحركها السياسي. وبالتالي ممكن تقول لك الدولة والله، ممكن تقول لك أطراف سياسية، هذا الموضوع في النهاية لن يكون له حل لأنه موضوع سياسي. إذا سوي بطريقة إنسانية أو بطريقة أهلية سيبقى السياسيون يرفعونه في كل زمان وفي كل مكان. لا، هذه القضية ما هي قضية سياسية، هذه قضية تتعلق بمظالم، وهذه المظالم لين تنحل بصورة عادلة وترضى عنها الأطراف كاملة، السياسيين ما هم داخلين فيها ولا يتاجروا بها. هذه قضية شرخ إلى ما اللي وسوى مولي ما قاد لا يتم الله هناك كيف قلت بل من يدخلوا الأصبع. وإحنا مواسين أنه هاي قاعد رواية قاعدة تنحل لا في شهرين ولا ثلاثة، ما هي قاعدة أكبر من قدها، لين تقعد لها مدة وتعود جادة فيها وتقعد مع الضحايا وكيف المشاكل كاملة اللي خلقت في العالم وسوات بطريقة عادية وعادلة ولا فيها انتقام. ما معناها أن دور انتقام غير العفو لا يتطلب بعد قاعد تعترف بالجريمة وتعرف الناس العدل، ساعة يخلق العفو يخلق موريتانيا كاملة تمشي فيه وتسوي مشاكلها بطريقة. طيب من الموضوعات التي ركز عليها المرشح بوكاري با في خرجاته الإعلامية خلال الحملة الانتخابية موضوع اللغة، اللغات، وقدم فيها مقاربة في عمومها على كل حال غير واضحة ولم أفهمها، أريد أن أسألكم عنها والله. ولكن في عمومها تقدم أهمية ترقية اللغات الوطنية، ولكن أيضا بطريقة غير واضحة، طريقة غير واضحة. بالنسبة لقضية اللغات الوطنية احنا ظاهر انه كيف تعرفون انتم كاملين ويعرف العالم ان اللغات ما يقدر يستفاد الانسان ما هو من لغته الاصليه لغته الام، وانه يقدر يحصل بها من المعارف ما يحصل بلغه اخرى. ثانيا احنا ذي اللغات اللي نحتاج لتدريسها اياك نقوي بها اللحمه الوطنيه. احنا لين نعود لابد ان من لغه ثالثه لغه المستعمر اياك نتفاهم انا مواطن
من بلدي. هذا ما هو حل مشكله، حاله غير طبيعيه، حاله ما هي طبيعيه، وهذه ما هي حاله صحيه. اذا احنا هذه اللغات اللي ندرسوها ندرسوا بها العلوم، لماذا لا؟ معناها اللغات لا تفرض هي نفسها، طبعا لا تتفاوت حسب قوتها، غير تنضع بعد قاع وين نحلوا بها مشاكلنا احنا بيناتنا. ثانيا مولي التحصيل العلمي والفائده لا تعود عام وشبه، واللغات الوطنيه قطوا جربوا، قطوا عدل معهد اللغات ديك الساعه، والناجحين اللي في ذيك الساعه من ذيك الفئات الاخرى كانت متفوقه ونجحت في دراستها، واللي قراوها من البيضان مولي استفادوا منها وحسنت من مردوديته. طيب، ولكن ما من حكمه الجدار بيناتهم؟ من الذي يحول دون ترقيه وتطوير اللغات الوطنيه؟ انت تعلم ان هنالك من يتهم القيادات، قيادات حزب تحالف وغيرها من قيادات، لا اريد ان اقول قيادات من شريحه معينه، ولكن قيادات سياسيه ذات طرح معين في هذا الموضوع، يتهم بانها مسؤوله عن موضوع عدم ترقيه اللغات الوطنيه، لانها تريد للغة الفرنسية أن تبقى موجودة وأن تحتمي بها وتعتبر أنه أنها طوق نجاة لها حتى لا تذوب مثلا في التعريب أو لا تذوب في اللغة العربية. وبالتالي من يمنع ترقية اللغات الوطنية هو ما يوصف بالخطاب القومي الزيجي بين قوسين. لا، يمنع من خطاب من ترقية اللغات الوطنية هي إرادة سياسية ما هي موجودته به، اللي ما خالق رقاج ما يدور لغته الأصلية، ولا خالق رقاش باكي على لغه المستعمر ابدا. لان هاي احنا ركات اياها اللي كانت اللي عند نتفاهم الناس كامله، ما انا محتاجين الفرنسي، الفرنسيه قاعد اهلها تخلوا عنها، وما هي من اللغه اللي متقدمه علميا، وبالتالي غير احنا توات اياها فارضها النظام، النظام هو الفارض. ما الذي يفرضها؟ لماذا هي الان اللغه الاساسيه لهذه الاحزاب بما في حزب حركه التحالف؟ لماذا لا يتحدث مثلا باللغة الوطنية في مؤتمراته الصحفية؟ يتحدث فقط باللغة الفرنسية. لا لا، يجيب عن الأسئلة فقط باللغة الفرنسية. لماذا قاعد اللغة الفرنسية اللي احنا قلنا انها ما هي اللغة الرسمية، هي لغة الإدارة الموريتانية؟ انت هون ما تقدر تتوقع تهبط ولا تقدر تجي ترقع حاجة من الإدارة الموريتانية ما هو باللغة الفرنسية. إذا اللغة الفرنسية عندها حماتها هونات إياها ديال الاستعمار اللي ما هم من الزنوج اللي من البيضان ومن جميع الفئات، حاميه القوة الاستعمارية، وهذا الهدف من الوسامات قرر اللغات الاخرى لا خايفة تضعف الفرنسية. ثانيا احنا نعدلوا مؤتمراتنا نعدلوهم باللغات الوطنية، وراك حد المرشح اللي مشى عدل حملته ما تكلم كلمة واحدة بالفرنسية، لا اللغات الوطنية واللغة العربية والله الحسانيه نقول كاع العربيه احنا ما تينا نستخدموها غير بعد الحسانيه، ولا قد تستخدم كلمه من الفرنسيه غير الفرنسيه نستخدموها احيانا كوسيله تواصل، لانك لين عندما يعود الاخر عاجز عن فهمك وانت عاجز عن توصل له لابد لك من وسيله للتخاطب. هو ليس المشكله في قضيه اللغه الفرنسيه من عدمها، هو المشكله انه اللغه الفرنسيه بطريقه او باخرى كما اشرت بقيت لغه وسيطه بين الموريتانيين، بغض النظر عن المسؤول عن ذلك، الا ان الاطراف القومية سواء كانت عروبية أو زنجية متهمة بأنها خاصة الخطاب القومي الزنجي بأنه يريد حريص على بقاء الفرنسية على كل حال اعتقادا منه أنه ممكن أن تحمي له خصوصيته، في ظل أنه موضوع اللغات الوطنية حتى الآن لم تصبح لغات مكتوبة، وبالتالي هو يحتمي باللغة الفرنسية بطريقة أو بأخرى له حججه في ذلك. ولكن المشكلة أنه الآن حينما يرفع خطاب ترقية اللغات الوطنية ويتمسك باللغة الفرنسية فهو في الحقيقة لا يريد اللغات الوطنية أن تتطور، لأن المنافس لها والمانع لها أن تتطور هو وجود الفرنسية كلغة عمل وإدارة وكلغة خطاب. هذا هو ادعاء النظام، هذا مو صحيح. اللغة الفرنسية اللي حاميها لا النظام من نفسه، حاميها ديال الاستعمار واللي ما هم قابلين يطوروا اللغات الأخرى الوطنية خايفين يقضى على اللغة الفرنسية، لأن الفرنسية عندها دعم قوي من ولين خرص، وحد دليل عليه أن ذاك الناس الحاكمة موريتاني تقري أولادها لا الفرنسية وتقريهم لا المدارس الفرنسية. لماذا؟ معناها هذا ما هو اعتباطا ولا عبثا، ما هي قابلة قاعد تقريهم العربية، لا هي قابلة أخبار قاعد اللغات الأخرى الوطنية، هي دورهم لا تعدلهم صناعة فرنسية خالصة. طيب إذا المطلوب هون شنو؟ رؤيتكم أنتم رؤيتنا أن لين تقبل اللغات الوطنية وتقرر بشكل جدي أن لا نستغناء عن الفرنسية،
وان لا يعود تعليمنا يشبه وان مردوديتنا هاي العالم الاخر يقرر لا بلغاته. هذا هو برنامج الحكومه من خلال قانون التوجيه الذي بدا تطبيقه قبل سنتين. برنامج الحكومه ملي ما الله قالت اللغات الاخرى توضعها في مرحله تجريبيه ياك عرقلتها بشكل تدريجي يعني لا يمكن ان تبدا بها. لا هاي اللغات هاي اللغات فات جربت فعاليتها وفاتوا هشات معناها ان لماذا لا ناخرها نعود صريحين مع انفسنا ونبدا مشروعنا حقيقي ما نعود اياك قضيه التسويف ولكن قضيه التنويم هاي الدوله عملت قضيه التنويم. هناك نخب رفضت هذا القانون التوجيهي نفسه وتعترض على كل محاولات ادماج اللغات الوطنيه في التعليم بطريقة علنية من خلال مظاهرات وأنشطة ومن خلال ومنها جهات قريبة من حزبكم. ما الله احنا ما معترضين عليه الطريقة اللي يتويش بها كونك تقول لا بعد 4 سنوات لا ينهيشوا تقويم والله إيفالياسيون للغات الوطنية من جديد هذا كيف عملية التجريب هذا احنا ما نقابلين بهذه خدعة معناها انك انت درت اللغات قضيه التجريب هي اللغات فاتوا جربت وفاتوا عدلت معهد وفاتوا ثبتت جدارتها لماذا التجريب؟ معناها ان ما لنا قابلينها غير لابد ان من ذر الرماد في العيون لابد ان من نقول للناس شيء هذا هو احنا الناس ما يريد تخدع هاي الناس عندها تجارب وواضحه لها الامور ولا حد يعود صريح في خطابه كون الدوله انها هامه تخدع هذا ما طيب ما هو مقبول. الان هنالك من يتهم مرشح مامادو بوكاريبا بانه يظهر من خلال المواضيع التي يناقش وحتى من خلال المناطق التي يزور بانه لا انه في النهايه مرشح شريحه محدده فقط غير مهتم بمخاطبه بقيه الشرائح، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا. احنا مشروعنا مشروع وطني الموريتاني كامل وقسنا جميع المناطق غير خارقه حقيقه احنا ما يغلطنا نتجاهله موريتاني طبعا فيها عراء وهذا قاع شئنا احنا ام كرهناه الى عاد حزبنا احنا معظم قواعده من الزنوج هذا ما هو ان احنا قاع هو الباغين احنا نختار ونعود فيه الناس كامله ونسعى فيها كذلك لين خرصوا ذلك الاحزاب ذلكات اياها الا حكم تقسيم عرقي طائفي لان خرصوا مرشح له خرصوا ان فيه لا معه طائفه اخرى هي الاكثريه فيه ولان خرصوا مرشح هذا 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 مرض احنا في موريتانيا واحنا نحاولوا ونكافحوا ويلا الناس كامله تتعاون عليه ولو خاص بنا احنا اللي تخرص ضركات اياها برام لا يعود معها لا عترته لا الحراطي ولان تخرصوا ولي الغزواني لا يعود عترته معها لا البيضان وهذا مرض فينا احنا الموريتاني غير احنا بعد ما نبغوه ونكافحوا ضده ونحاولوا ونسعى مثلا ونخاطبوا الشرائح الاخرى كامله. ولكن هؤلاء المرشحين يحاولوا ان يقدموا انفسهم من حيث المواضيع التي يناقشون ومن حيث المناطق التي يزورون انهم مرشحون للوطن، ولو كان الامر ادعاء لما لا يحاول مرشحكم ذلك ولو بالادعاء يعني ولو بالتمثيل. احنا قاع واقع ما هو ادعاء، احنا مرشحنا مرشح لجميع الموريتانيين، ما هو ادعاء ويخاطب جميع الموريتانيين وقابل همومهم مهمته اصلاح هذا البلد والمساواه بين المواطنين. وتنميته اقتصاديا واجتماعيا هذا ظاهر لانه يعني الناس كامل واحنا مشينا لين النعمه ومشينا لين المناطق كامله معناها ما عندنا حدود ولا عندنا خطوط حمراء احنا الموريتانيين السياني عندنا كامل نخاطبهم نختار ونقنعهم كاملين لا شك ان يقدعوا اكثر استجابه عرق معين وهذا نتيجة للحزب اللي رئيسه كوري تعود أغلبيته كوار حزب اللي رئيسه بيضان يعود أغلبيته بيضان هذا عائق في موضوعي في موريتاني وإحنا بعد نسعى للتغلب عليه وإن كانت العناصر الأخرى ما هي كاردة نليد. طيب ما رأيكم في المسار الانتخابي المتعلق بالعملية الانتخابية من حيث إدارة اللجنة الوطنية لانتخابات الموضوع من حيث قبل أيام اللجنة أعلنت عن اكتمال اعلان عن نشر اللائحه الوطنيه عن رؤساء المكاتب هذا المسار كيف تتابعونه وهل لديكم ملاحظات؟ والله عليك. هذا المسار واضح انت شفت النقطه الصحفيه اللي نظم ممثلين مرشحين المعارضه واللي احنا قلنا ان هذه السنه اللي هي تسير ذا المسلسل بشكل انفرادي ولا حاولت اشراكنا وعيطت لهم وقالت لهم شو من الكلام الزين وعادت هي انا من نفسي حضرت الاجتماع معها مع رئيس اللجنه الوطنيه للانتخابات ومنه متفهم وانه كذا ونمشي اذا ما يعدل منه شيء يحاول حالته هاتي يجرنا احنا لروايه ما هي حقيقيه وتسير انفرادي لا اللائحه تم مراجعتها ولا خلانا نطلع عليها ولين قالوا النظام المعلوماتي هذا قالوا المرشحين كاملين منشور كامل على وسائل الاعلام اذا هذه اللجنه اسمح لي اللائحة منشورة يمكنكم أن تطلعوا عليها لا
لا تحتاجون الى ان تسلم اليكم يدويا. احنا قاعد نعرف الاليات اللي هي شات بها، وهذا لا بد منه. احنا ذاك اللي نقول انه يعدل برمجه ياك يعود شمل الاصوات وهي تحكم فيه البرمجه، هذا لا بد من تدقيقه. ثانيا ولا قبلوا نظام البصمه زرق على البصمه، وقالوا انهم اولا مستعدين وانهم مستعدين لا يكلفهم وهم ميزانيتهم اكبر شيء، وعقبوا قالوا ما عندنا الوقت، قالوا والله لا ينعدلوا، قالوا ما تينا معدلينه، قالوا ان احنا ارسلنا السيني للولايات واتصلوا بها تعود تناظموا معها العمل انتم المرشحين الممثلينهم، لين جاوا وقالنا هذا وافق، لين جاوا الناس قالوا احنا ما قالوا انه، لين رجعنا له قالوا ذاك كذا ما يعنينا. لاش من تقطع الوقت وتفراغ الزمن ومحاولة تسيير الأمور بشكل دماغ وشيطان. اسمح لي، لماذا؟ هل يعود الأمر إلى ضعف إداري في اللجنة أم إرادة بالنسبة لها للتمييز بين المرشحين؟ يعني ما مصلحة السيني في أن تميز بين هذا المرشح وراء، خاصة أنه المعارضة ممثلة فيها. ظاهر لي السيني بعد قاع في الحقيقة هم فعلا عجز وهم عدم الكفاءة بعد قاع هذه الناحية، وهم مولين انحيازة ولهم هذه اللعبة يكون تم متحكمة فيها السلطات الإدارية بها، اللي مجرد تخلق شفافية ما تحد متحكم فيها. احنا راك عندنا بطاقات تعريف وفعلا ما هي قابلة للتزوير، غير ما غير كل حد يقدر يستخدمها، ونظام البصمة ما هو خالي ويسجل حد ما هو موجود. هذا كيف كل حد يقدر يستخدمها؟ ما دامت البصمة ما هي خارج، انت تعود لا تزري والله لا يتسجل، يلا البصمة لا آلية، ولكن غير البصمة لا تقبل هاي البطاقة معناها ما تلي يقدر يسجلها ما هو لها، بينما هنالك آليات وضمانات كثيرة لنزاهة الانتخابات، ليست بالضرورة البصمة. في النهاية ما دام لائحة انتخابية موجودة، ما دام ممثلي المرشحين موجودون، المراقبون موجودون، الأمور مدققة، هذا المفروض أنه فرص التزوير وفرص قلت النزاهة قليلة في العملية الانتخابية. ما الله ما هي قليلة، فرص التزوير ما زال مفتوحين أبوابها كاملة. واحدة الناس وسجلت وانقادت بها وسجلت مكاتب محددة معروفة، ولا قبلوا يعيدوا، لين قلنا لهم انهم يفرقوا في مكاتب اللي قريبة منهم، هذا عادي ما قبلوهم، واللي معناه انهم هم يسيروا الرواية جاك يعودوا يتحكموا فيها وعندهم فيها أغراض وأهداف واضحة، واحنا واللي قلناها لهم صراحة ما عندناش أحد عنهم، وهذا طبيعي لأن هم خايفين ويعرفوا الناس ما هي تقابل موريتانيا لا خيمة واحدة ولا قاعد حد يشحت شيء عن حد. احنا في الحقيقة المنافس ما هو قاع الرئيس اللي المنتهية ولايته، المنافس أباطرة المفسدين اللي عندهم اللي قبضوا أموال الدولة بغير وجه حق، المنافس الوزراء والمدراء اللي ما هم كفاء، المنافس الناس اللي واردة لوائح في محكمة الحسابات ولا ياك يسكت عنها وتعدل الحملة وينعاد تأهيلها. هذا هو طغمة الفساد كاملة في موريتانيا، هي اللي تنافس البقاء هذا المرشح، هي اللي مستفيدة من القوى التقليدية اللي مستفيدة من النظام الرجعية والمفسدين. حتى نوضح، اللجنة الوطنية للانتخابات في أكثر من تصريح قالت إنها قامت بعملية نشر لوائح، اختيار رؤساء المكاتب، بالإضافة إلى عملية مراجعة اللائحة، كل ذلك تم من خلال تشاور واسع ووفق معايير مع ممثلي المرشحين. ما الله يا الله، احنا عدلنا معهم تشاور غير لا نتفقوا معهم على الرواية وعدلوا عكسها، ما قد اتفقنا معهم مع الرواية ما عدلوا عكسها، واحنا قبلنا احنا نجاوب معهم، حتى وزانا من عند ولانا نجاوب معهم، وزانا من عند ولانا نجبروا شنو كردوه بيدينا ونسكتوا عن شيء، غير هم ما هم قابلين قاعد يعدلوا شيء سوى شنو، قابلين لا يسيروا ذل على اجتهادهم هم ويعدلون، احنا شهود زور يعيطونا وهذا ما هو معقول، احنا ما عقولنا لا يخزبين، غير بعض يقولون انكم العمليه لا تزوروها ومتباركين معها، احنا قاع فتره شاركنا فيها ولا يشاركوا فيها، غير بعد هذا ما انكم لا تقنعون اللي بوجهته وعمليه صحيحه ابدا مطلق. طيب في النهايه شروط اللعبه، انتم دخلتم شروط اللعبه، لابد ان تقبلوا شروط اللعبه، قبلتم ان تدخلوا في الانتخابات وفق هذه المعايير المتاحه، اللجنه تقول انها تتعاطى معكم، ولكن لا يوجد مبرر لكم لكي ترفضوا هذه المخرجات لانكم قبلتم بها. احنا ما لنا رافضينها حالا، احنا ما لنا، احنا اللجنه عيطت لنا وجيناها، غير هذه اللجنه ما هي قابله تتفاهم معنا، هذه اللجنه تتفاهم معنا الدافع قالت عنها مستعده توافق معكم بما لا يتعارض مع القانون، انكم قدمتم شنو طلبات متعارضه مع القانون؟ ما قدمنا شنو متعارض مع القانون، ما قدمنا ما هو القانون،
قالت عنكم قدمت طلبات لمراجعة اللائحة خارج الفترة الزمنية اللي مسموحة بها. قلنا هذا سابق الفترة. اسمح لي، قدمت طلب بإشراك والله استعانة بخبير أجنبي، هي قالت هذا مخالف للقانون وبالتالي ما استشري بها، ولكن بقية الطلبات اللي موافقة للقانون اللجنة قالت عنها تعاطت معها. اللجنة ما تعاطت معنا شيء وشنو؟ اللجنة تقول نحن مستعدين ونحن بابنا مفتوح وأنا رئيس كامل، غير هذا لا شيء من الكلام. الاستهلاك الاستهلاك توف. اللجنة عندها خطة معينة وسائرة عليها، تختار تم تقطعها مراحل وتم الناس تقول لها شيء وتحاول أنها تسائرها، غير هي ما هم تعدل ما هو ذاك اللي راسمه هي نفسها. حتى قالنا أراهم قالنا ما لنا ليه نمشوا الحكماء في الداخل، ما علمناكم والله، مشاو معاهم واحدين منكم وعودوا يشاوروا معاهم في ذيك المسلسل وذيك الإجراءات اللي تعدل. تمنا لين قال إنهم مشاو يامس، ما علمنا بهم، قال علمنا بهم دائما وسائل الإعلام، قلنا قال ما هو مشكلة، هم مشاو غير أرقامهم لهما ولا يتتصل بهم ولا ينعطون توصيات. لين اتصلنا بهم قالوا إنهم ما أعطاهم توصيات، ولين رجعنا هو ذي الرواية لا رجع غازلها صوفته على رجعت الرواية لا. هاي هاي سيني خبارية في اللف والدوران، هذا قاعد يبدو انه اختصاصها انه عنده قدره هائله ولا غريب قاعد عليه. سيني ايضا، سيني ايضا ولا غريب عليه، هذه جماعه متمرسه الحمد لله، ممارسه كانت وزير داخليه عده مرات في حكومه معاويه اللي معاويه. طيب سيني تقول في اكثر من تصريح بطريقه غير مباشره، في النهايه انتم سياسيين معكم تتعاطوا معها بطريقه في النهايه في مستوى معين من الطرح السياسي، ما انكم قابلين تدعوا عنكم عن اللجنه ما هي قابله تستجاب لطلباتكم، يكون تطرحوا طلبات غير منطقية، طرحات طلبات غير قانونية وفق اللجنة، وبالتالي هي في النهاية من الصعب عليها أنها ترضيكم لأنكم أنتم أطراف سياسية في النهاية. قائم خطابكم على المعارضة وعلى الرفض وعلى ادعاء أن ذا اللي خالق ما هو موجود وأن الخالق غير نزيه، وبالتالي يعني ناطق باسم اللجنة بطريقة غير مباشرة يقول أنه في النهاية أنتم متفهمين عنكم، أنتم ماكم لا يترضوا عن العملية لأنكم أنتم عندكم أجندة عنكم تعبروا عن رفض العمليه بشكل آلي ورفض اللجنه الدعاء. رمت لي بدايه هذا الغريب انه هو احنا جايين مستعدين للتعامل مع اللجنه ومستعدين كيف قلت لك للتفاهم، لان ظاهر ان هذا مصلحه قاعد اللجنه ومصلحه العمليه الديمقراطيه بصوره عامه، خاصه اللجنه واخذه من الانتخابات مغمسه فيها الاصبع من كل جهه، هي نفسها اعترفت بها فعايزها في كل شيء رغم ميزانيتها الكبيره اللي جبرت ما كانت على المستوى التنظيم على المستوى المادي على مستوى كل شيء، وحتى اعترف هو رئيسها من نفسه بالتزوير بالعمليه شابه ياسر من. طيب اذا هل ستكون هذه الانتخابات افضل من انتخابات 2023؟ على كل حال حسب الظاهر ما هي اللي تعود احسن منها، واحنا بعد نتمنى انها تعود احسن منها، نتمنى انها تعود عمليه سليمه ومقنعه لجميع الموريتانيين، هذا هو املنا. احنا نختار، واحنا نختار روايه سليمه ونختار رواية راضي عنها الناس كاملة، وشي قدينا نرضى عنه ندور نرضى عنه غير مولي ما أننا له نفترض على رواية تفرض علينا رواية ما يحق. طيب حزب تحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد والمرشح مامادو بوكاريبا، شنو علاقتهم الآن بأطراف المعارضة الأخرى والمرشحين، مستوى التنسيق بينهم، مستوى اللقاءات بينهم، مستوى المشتركات بينهم الآن شنو؟ والله إحنا مستوى التنسيق بيننا إحنا و المترشح مرشحي المعارضة جيد، لأن احنا قبلنا قاع سابق مازال يخلق الترشيح وعدلنا اجتماع في مقر الحزب ودعينا له جميع المترشحين ذوك اللي منهم ما انقبضوا قاع، وكنا واتفقنا ان نحاولوا ان نشتغلوا في بليد على نجاح هذه العملية الديمقراطية. وعقب تعرفوا انتم قضية التزكية اللي امتنع منها ياسر المترشحين، واحنا بعد نأسفوا لذلك ويا الله كان يسمح لهم بها، لان هذا هو بسط حقوقهم يدخلوا ذا السباق، هذا عمليه اثراء للعمليه واللي يفتح قدام الشعب الموريتاني اختيار، هذا ما وعد وعدلت عدد تزكيات محدده وذاك مس من اللعبه الديمقراطيه، مس بها من حيث بحيث ما ترك المشاركه للناس، هاي الناس ما هاي كانت كامله 19 مترشح هم الترشح كامل وكلها عنده قواعده وكلها عنده برنامجه ويعرضوا عليه الموريتاني يقبلوه والله يباعوا عنه. لم يتمكنوا من الحصول على 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 التزكيه، لان التزكيه عد كانت رهينه عند حزب الحاكم ولا هو قابل يعطيها
ولا خل ما خل ما خل الناس ظهر لك عن الحق ما الله ما هو حقه في فرنسا الديمقراطيات العريقه تجبروا تجبرهم يزكوا اليمين المتطرف ما هذا حق هذه روايه وطنيه عامه غيرهم قبلهم ومنهم وعادوا قابلينهم النتاج قابلينهم كراهاين ومنعوها منها واعطوها لا لحد يبغوا يعطوه له وكانوا قاعد يقولون يعطوها بشروط معينه على كل حال ما هذا 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 الشاب العمليه طبعا العمليه انقصوا منها اطراف اذا كانت شاركت كانت تقدر تعود احسن وتقدر تقلب الطاوله ما ظهر لك عن العمليه بطريقه من خلال عمليه التحكم في من سيترشح انه يقول بعض معدل على مقاس النظام والله هو معدل على مقاس النظام به اللي شفت الناس اللي ما ترشحوا كانوا لا يزرقونهم واحدين وذوك اللي يزرقونهم كانوا لا يزرقونهم الا هم كشخص ولين يعودوا ما مترشحين يقدروا يزرقون النظام كيف ذلك فرض على النظام ان عاد عندنا مترشح واحد من فئه واحده تقريبا ولا الغزواني المرشح اللي بيوان تقريبا وعاد الطوائف الاخرى تقسم وكانوا اذا كانوا دخلوا مثلا نور الدين ودخلوا الصنب هذا كلهم لا يقبل شيء ولا يقبلوه ما هم قابلون من شعبيه المعارضه قابلون لا من شعبيه الغزواني طيب هذا يقودنا للحديث وبالتالي كان لا يفرض عليه المرشحين هذا يقودنا للحديث عن حضور المرشحين انت شنو قراءتك للحضور المرشحين بهذه الانتخابات انا قراءت المعارضه اني لعات الامور جات بشكل شفاف وشكل ديمقراطي ان لعات هناك شوط ثاني لا يعود بين المعارضه بيناتها ولا النظام ولعات الامور لا يتعدل باليد ذاك هم اللي طريقه اخرى وهو بعد ما لكم عن رئيس منتهيه ولايته حتى في دول العالم اللي ديمقراطيات العريقه من النادر أن لا ينجح الرئيس الذي كان في السلطة من النادر فكيف بدولة في العالم الثالث ما لكم عن فرضية فوز مرشح معارض والله حتى حصول شوط ثاني إن فرضية فيها مستوى من فرضية إعادة انتخاب الرئيس الحالي هذه فرضية قائمة بلي كيف قلت لك احنا جميع الناس المال كامل المال الحرام كامل واستخدم في هذه الحملة هذا كيف قلنا احنا اسمح لي هو مال خليه مال لان الكل عنده مال الكل يدعى ايضا انه هذا المال حلال او حرام هذا موضوع اخر لين خرصوا هذا المال ما هو عند مرشح قصدي انه المال ما هو عند مرشح السلطه فقط يقال انه طرف ايضا عندها مال انا بعد لا نقول لك ان احنا عندنا مترشح ولا عنده شيء يسوى شنو حملتنا جامعين احنا ومشينا بوتات عندنا خامري كل بلاد تخسر علينا فيهم واحده هو ما قدرنا نتمكنوا من زياره موريتانيا كامل نتيجه لا الوسائل هذا طبعا ما هو لانك تشوف الاصناف هنا كبار بين المارين باش نعدوا بالاصناف ونعرف انه قد يصدق عليهم مرشحين اخرين من المعارضه فهمتوا على عكس حال ذلك النظام ذلك ما لك ليش مشيت من هون الى كيهيدي ومشيت من هون الى نواديب الصوار الكبارات في كل بليده طيب إذا كان دعمتوا نخبة المجتمع اسمح لي إلى عاد دعم نخبة المجتمع ورجال الأعمال هذا حظه في النهاية هذا معناه شايف فيه المجتمع وشايفة فيه أغلبية المواطنين وشايف فيه ذوي الأموال ورؤوس الأموال عنه الخيار الأفضل يعني شنو هو العيب في هذا شنو المشكلة في هذا شايفين فيه أنه لا يحميهم مصالحهم لأنه لا يعاونهم على النهب لا يعاونهم على صفقات التراضي لا يعاونهم على الصفقات اللي تنقبض ولا تعدل هذا افتراض لا هذا موجود احنا لين خرصوا ذلك لين تخرص هو صورة الرئيس وصورة معاه واحد من الناس الجماعة الأخرى أنا قاعد أشك أنه مترشح لآخر لذلك لين تشوف صورة الرئيس معاها صورة واحد من داعمين الأباطرة الكبار مغرب في نفس البيت وهذا معناه أنه هذا حفاظ على مصالحه واحد عاد فات قبض 50 مليون عن طريق صفقات تراضي قد يسقل منها 10 ملايين ياك تتم رواية مستمرة ياك يتم يحلب الدولة رهينة طيب رهينة عن جماعة هناك من يقول أن خطاب المعارضة أفلس الآن أنه الرئيس غزواني من خلال مجموعة من الإجراءات من ضمنها استقطاب قيادات المعارضة من ضمنها ما يسميه أو تسميه الأغلبية بسياسة الباب المفتوح في النهاية المعارضة ما عاد عندها أرضية النظام استطاع أنه يستوعبها استطاع أنه يسيطر على خطابها انه حتى القضايا المظالم اللي كانت هي ترفع ومن ضمنها موضوع الارث الانساني ليرفعوا حزبكم تبناها المرشح او الغزواني راسا وبالتالي سحب من عندكم مطالبكم اللي كنتوا تقولوا سحب من عندكم خطابكم سحب من عندكم حتى بعض قياداتكم لان خرصوا احنا خرصوا 5 سنوات ماضيه من حكم الرئيس الحالي شنو هي الانجازات فيه هذه 5 سنوات صفريه بالتالي ما يقدر يقنع الشعب الموريتاني والناس ما هي مقتنعه خارج من الناس اصحاب المصالح
ماشيين مع الاتجاه اللي يدور يحمي مصالح. لماذا الصفري هو ما فيه؟ لأنه ما عدل فيه شيتو هاي خمس سنوات، لا ضاعفت فيها مأساة المواطنين وارتفعت فيها الأسعار مئات المرات وتهاجرت فيها الناس وانتشرت فيها الأمراض السرطانات نتيجة الأدوية اللي مزورة والمواد الغذائية المزورة، ولا النظام ماشي معاه لا في حامية مصالحته في من المفسدين توهاتية ذل من الفاسدين والمفسدين وعديمي الكفاءات. مولي حد موظف ما عنده كفاءة، مدير ووزير ما عنده كفاءة، مستفاد من النظام اللي لا بد له منه. طيب لماذا نخبت الكفاءات في البلد الآن مع النظام على أغلبية؟ احنا ما نقدر نقول الكفاءات ما معاش من كفاءات أغلبيته، خلينا نقول أغلبيته غير أغلبية بعض اللي معاه من الناس، لا الناس اللي جربتها تسيرها سيء، والناس اللي واردة ما في تقارير محكمة الحسابات. طيب ولكن اسمح لي، ولكن النظام حصل على ثقة الشعب 2019 ويقول الآن ناطق باسم المرشح اليوم في الغزوان اليوم في مؤتمر الصحفي، قال أيضا كل مؤشرات عندهم تدل على أنهم أيضا حصلوا على ثقة الشعب وأنه سيحصلون على الفوز مريح في الشوط الأول بشكل محسوم. قال قاع مدير حاملتون هو السلطة ما من يسلموها لحدتوف، هذا قالوا صراحة بهم اللي يتكلوا على رؤوسهم اللي كانوا هم وصيا على موضوع آخر. الأمانة قدم وقال وزير آخر مولي. اسمح لي من باب التوضيح، يعني قدم في وهو جالس في مكانك في مقابلة معنا هنا قبل أيام، قدم توضيح قال أنا في النهاية تحدثت بصفتي مرشح وتحدثت لأنصاري وقلت إننا نريد للرئيس الحالي أن ينجح بأصوات المواطنين وهذا حقه. غير بعد ما هو عن احنا نفهم الحسانيه، قال عن تحريف الكلام فقط، تحريف الكلام حرف الله هو. وقال وزير مولي اللي شروق قال يقولوا احنا حد زرق لنا لا يتابعوا مطالبه، هذا حد زرق لكم حد ما زرق لكم، مواطن موريتاني لا نجحت فرق لكم تهتموا بمصالحه. ايضا اليوم ناطق باسم المرشح قدم توضيح ايضا توضيح اسمح لي قال ان في النهايه تصريحات المنسق حمله الغزواني في الترارزة ايضا اخرجت عن سياقها، هو قال من بذل جهدا إيجابيا سنتابع مطالبه، وهذا وقال هذا الموضوع موجود حتى في الديمقراطيات الغربية. اسمح لي فيما ما يسمى بمكافأة الداعمين بتعدالهم خدمات والله تعيينهم مناصب، هذه قضية خلق، وأنه قضية الصلع من لم يصوت لنا ما نشد أخباره، على كل حال عبارة قابلة للتأويل، هم يعتبروا عنا ما نشهد أخباره معناها ما قادين فيش، ما معناها بالضروة أنه ينعاقبوه، إذا هذا تأويل فقط لكلامه وليس منطوق كلامه. هذا حد يفهم الحساني يفهم من هذا فيه ترغيب وترهيب، ويفهم من هذا فيه رشاوي انتخابية به اللي انت نجحت أنا مع عرضك بال غير أنا موريتاني ولا نستفاد من ذي الخدمات اللي يتعدل فرض عليك، انت منتخب انت مالك رئيس الاغلبيه، الى نجحت انت رئيس للناس كامل ولا تخدمها كامل، وبالتالي ما هذا ما هو خطأ، هذا ما هو خطاب ديمقراطي، بعيد من الديمقراطيه. لا الامان اليوم ناطق باسم المرشح قال نحن نحترم خيارات الشعب، نحن ظاهر اننا لا ينجحون مرشحنا لا ينجح باغلبيه مريحه، ولكن محترمين الشعب ومحترمين قراره. انت اللي نجحت رئيس الناس اللي انتخبتك ورئيس الناس اللي ما انتخبتك، هذا هو الديمقراطيه، ويا الله تعامل على قدم المساواه المصالح بعد البلد فهمتوا. وهذا ما هو اللي يروجوا له، هم يروجوا لا خطاب تخويف وترهيب وترغيب مولي، لا الامانه رشا الامانه المرشح محمد الشيخ الغزواني في تصريح او تصريحين قال انه يحترم كل المرشحين ويعتبر انهم كلهم يعني في النهايه وطني ويحمل رؤيه ويحمل توجه معين، يعني اثنى عليهم، هذا امر نادر جدا انه مرشح رئاسي يثني على خصمه. احنا مع احترامنا لشخص الرئيس محمد الشيخ الغزواني ولا نشك من انه وطنيته، غير نعرف ان الرئيس رهينته اسير عند جماعه من مفسدين ولا فك الله اسره، هذا هو حقيقه له. احنا لا نشك في طيبته، لا نشك في وطنيته، غير هو اسير عند مجموعه من الفاسدين والمفسدين وعديمي الكفاءات، هذا هو حقيقه له، فك الله أسره. طيب ولك عن هذه الانتخابات تشكل فارق والله تشكل جديد بالنسبة لموريتان، والله لا له تعود توكيف الاقتراعات الماضية من حيث أنه في النهاية سيبقى ما كان موجودا ولن تكون هناك فرصة للتغيير كما يقول البعض. احنا راجعين الآن نخلق تغيير، بأن الشعب مطلع للتغيير وعطشان عليه
ويقدر لا يخلق التغيير، راجين لا يخلق التغيير، واحتمالاته كبيرة كيف قلت لك إذا ما دخلت عوامل أخرى ما هي طبيعية، التغيير له والخالي. الناس اللي تخلوا بينهم مع اجتهاده والغزواني ما ولا يجبر طيب، ولكن الناس يخلى بين مع اجتهاده في النهايه واخترت النظام وهذا حقها، يقول الاغلبيه انتم ما تدعون انكم الدوره الديمقراطيه ولكن ما بين عن النتائج، يعني تنقلبوا تلجوا للتزوير. الشعب واغلبيته ما هم معاكم، ما زرقوا لكم، وهذا هذه قضيه ينبغي ان تسلموا بها وتكون عندكم عندكم الروح الرياضيه وتقبلوا بنتائج الانتخابات. احنا اللعبه اللي تندار بطريقه اللعبه اللي تندار بطريقه شفافه، احنا ما لنا ما بين عن شيء سو شنو، غير لا بد لهم تتوفر له الظروف ونشوف احنا انها. اسمح لي، شروط الشفافه شنو؟ انتم لجنه انتخابات انتم شركاء فيها، والله اغلبيه المعارضه شركاء فيها، وزاره الداخليه والحكومه تقول لها لا علاقه لها بالعمليه الانتخابيه، تديرها اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات قانونا، هي فقط تقدم الدعم اذا ما طلب منها واذا ما احتاجته اللجنه. اذا هي عمليه تنافسيه، الشعب اذا اختار مرشحا معينا هذا حقه. هي لجنه الانتخابات ما قد كحزت عن الداخليه، هي فرع من الداخليه. ولكن تغير قانونها، القانون نفسه، القانون اللجنة الآن يحيل العملية الانتخابية برمتها إلى اللجنة الوطنية الانتخابات، بينما سابقا كانت هناك أدوار لوزارة الداخلية. هي لا، هي تديرها من الخلف، هي تدير، هي تدير، تديرها من الخلف، هي ما كيف قلت لك ما من الخلف شنهي؟ معناها أنا هي لا، هي تحركها، هي اللي تحركها كيف بغات، ولكن نتيجة روايات محددة. ثانيا كون اللجنة الوطنية للانتخابات ممثلة فيها بعض أحزاب المعارضة، احنا بعد ما لنا ممثلين فيها بين اللي عرفنا ما هي حقيقه وبين عن وهاي الناس اللي مثلت فيها هي الاولى اللي اكدت ان الانتخابات الماضيه مزوره ولا خلق، واعترفت اللجنه بفشلها ولا خلق مراجعه اللجنه، ما ودخلوا لها عناصر جديده، على العكس هي اللجنه ذاك قبلت ياسر من شين قال له ابناء الطبقه هاي اللي حاكمه شمل التركة الصغيرين الشباب اللي ما عنده خبرة وقبل طعلة على ياك يستفاد من الرواية المادية، هذا قاعد في الحقيقة فضيحة. ما بدل من ما قبلتهم موظفين، قبلتهم على أساس قرابة وعلى أساس إن حد ولو واحد بالسنة يقبض ولو يقبض. طيب منين تقبض من الموظفين؟ تقولوا عن الموظفين إنهم أثر عليهم الحكام والولات. إلا بعد يعودوا عندهم كفاءة، أشخاص موريتانيين يعودوا عندهم كفاءة معينة بعد قاع. ولماذا نفترض أنه ليس لديهم كفاءة؟ بهم اللي ما عندهم أي تجربة ولا عندهم أي خبرة ولا هو المعيار المقبول عليه، وما مقبول على معيار الكفاءة، وما مقبول على معيار القرابة والزبونية، ما هو معيار آخر. هذا واضح كتبته الناس كاملة، أنا ما نبغي قاعد نسميها الوالد. هل اعترضتم على هذه اللوائح وهذه الأسماء؟ أصلا معترضين عليها وقلناها. طيب ليس هنا في الإعلام وإنما اعترضتم عبر اللجنة، عبر اللجنة. اللجنة وسلمنا لها مطالب مكتوبة وهي قالت أن ما سلمنا لها شيء، وهذا من المفارقات. معناها أن العملية لا راجعين إن شاء الله تعود، ما هي تعود إن شاء الله كامل يعود في حسن النية. شكرا جزيلا للسيد محمد يحيى والمحمد محفوظ نائب رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد الداعم لمرشح مامادو بوكاري با. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام نقول إليكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.